سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة حليمة العبدلاوي في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غنحضر لكم مسمن عامر بالشحمة والخضرة. المهم اول حاجة غنبدا بها هي العجين. هنا كنحتاج زلافة ديال الفورص، دقيق ابيض، هنا عندي زلافة ديال الفينو، وعندي الملحة والسنيدة وخميرة فورية. بسم الله، ندوز مغرب الدقيق. نغرب الحسن فيه حتى هو. المهم انا كنوجد العجينة هي الاولى باش كنخليها ترتاح، عاد غادي نوجد الحشوة ان شاء الله. ناخذ معلقة صغيرة ديال السنيدة، والخميرة الفورية هانتوما شوفوا غير قبيصة. كنحتاج هنايا الماء، انا خديت الماء عادي بارد. المهم انا المسمن كنعجنو بالماء بارد باش يتبدل كريم مزيان، حيت الماء سخون كيقطع داك ملي كديت ورقه المسمن كيتقطع. من الاحسن عجنو بالماء بارد. السلوفان ديروه من الاحسن، انا دابا متوفرش عندي، غطيتها غير بهاد السربيته. المهم البنات، الحشوه انا كنحتاج هنايا عندي هنا ربعه البصلات وثلاثه الفلفلات. الا عندكم الفلفله الحمراء والصفراء تقدروا ديروها. عندي هنايا الملحه، عندي بزار، خرقوم بلدي، سكينجبير، وعندي هنايا الربيع مقطع، كزبر ومعدنوس، هنايا عندي تحميرة، عندي هنا الكامون، هنا عندي الفلفلة غبرة حارة، هنا عندي كزبر محبوب، وهنايا الشحمة ديال البقر. اللي عنده هذه يقطع هنايا تجي سهلة، واللي ما عندوش يقدر يستعمل غير القرارة. بعد ما طحنت البصلة والفلفلة نزيد عليهم دابا العطرية. وخا تبان لكم هكا البنات، هاد الماء غير ديال البصلة، تلقات الماء. هنايا نزيد الربيع، ندير نص معلقة ديال الملحة على حسب الاختيار، اللي كيبغي الماكلة شوية بنينة يقدر يزيد ملح، يدير عشق صغيرة. هنا عندي نص معلقة ديال البزار، معلقة ديال الخرقوم، معلقة ديال سكينجبير، هنا معلقة ديال التحميرة، نص معلقة ديال الكمون،
هريسة غبرة دير بنص معلقة ويلقل اللي ما يعجبش الحار ما يديرش هاد الهريسة هنا ونضيف معلقة ديال القزبر حبوب مطحون انا طاحنه هنا عندي في الدار مهم بالنسبه للشحمه انا كنخليه هي الاخرى حتى كيتشحر ليا هادشي مزيان باش ما كتحرقش الشحمه والزيت البلديه والزيت الروميه كنخليهم هما الاخرين باش هاد البصله والفلفله يشربوا لي العطريه مزيان دابا كنزيد هاد الشحمه انا راني حاكاها باش كتسهل عليكم في الخدمه كنزيد شويه الزيت البلديه غير شويه الشحمة ملي غطو غطلق هداك الزيت شوية زيت الرومية كنخلي انايا هاد البصلة والفلفلة مع الشحمة حتى كتعلق مزيان عاد باش كنطفي عليها من البوطة ارتاحت ليا العجينه ندوز دابا كنقطعها المهم بغيت مسمن صغير بغيت مسمن كبير انا ندير ملي مصري ورانت نستمر بنفس الطريقة يعني نكمل إن شاء الله غادي نرجع لكم من بعد ما كملت تقطع ديال العجينة ندوز دابا عند الورق المهم في هاد الوقت ملي كتكون كتورقو خاص ضروري الحاجة تكون دايرة باش متقطعش نكمل التوراق كامل العجينه اللي عندي عاد غنبدا نطيب باش غتسهل عليا في التوراق بعد ما سالي التوراق ديال العجينه المهم انا ديك زلافه ديال الفورس وزلافه ديال الفينو خرجت ليا 18 حبه ديال المسمن بنات انا بغيت نقول لكم بالنسبه لهاد البلانشا ديال الضو اول مره غادي نستخدمها المهم الا عجبتني غنقولها لكم ما عجبتنيش غنقول لكم الصراحه Thank you.
هذا هو الشكل النهائي البنات، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تنساوش ديروا لي اشتراك في القناة وتبارطاجيو مع اصحابكم. قرب لكم تشوفوا سمن كفاجة انتم البنات، محمر وطيب مزيان. المهم هاد البلانشي الا خديتو ما غنكونوش على حسابي، هانتوما شوفو كيفاش كيجي مسمن مرق من الداخل. المهم اللي بغا هاد البلانشي راه متوفره في جميع الاسواق. نقسم لكم مسمنية اخرى، هانتوما شوفو البنات كتحمر المسمن مزيان وكيتنفخ. وهذا هو اخر الفيديو ان شاء الله، و الى عجبكم الفيديو كيف ما قلت لكم ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتبارطاجيو مع اصحابكم، والى اللقاء.